التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأشواطنا تتوالى بالانطلاقات الجميلة والرائعة. الشوط الثاني والعشرون في انطلاقاته في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع، يحمل هذا الشوط الجعدان الحقائق في ميدان دستور، في أشواط الانتاج والمنتجين في هذه الانطلاقات، يحمل هذه الشعارات، شعارات أبناء الخليج الواحد القادمين في المرموم في هذه الانطلاقة للتنافس على شرف الفوز والناموس. نسير مع المراكز الأولى، ومهدي مهدي مهدي عبد الله بالطير بسهيل العامري أتقدم ويقود مسار الشوط، بينما شعاري مرغم على المركز الثاني، وهذا يتقدم برق حمد بن راشد بن غدير على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، يتواجد في مشاهدي العزاء مصدع لحمد بن راشد بن سلطان العويسي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع، هذا ضاري، هذا ضاري عبد الله بن هلال بن طناف الراشدي على المركز الرابع. المركز الخامس، اشوف عليه على خامس المراكز، يتواجد الجساس عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري. والمركز السادس، هذا من وصل فيه وذنان، وصل وذنان في هذه الانطلاقات، راشد بن محمد بن راشد بالشاوي الغفلي، بينما هناك تدخل 39، هذا هو الجارح مبارك بن سالم بن راشد الكتبي في المركز السابع. والمركز الثامن، هذا تواجد ريسنج محمد بن خليفة بالجافلة المنصوري. والمركز التاسع، هذا التاسع اللي يوصل ظبيان، هذا ظبيان ناصر بن حمد بسهيل بن عويضة الخيالي. والمركز العاشر، هناك المركز العاشر، هذا هو ياتينا مشاهدي الاعزاء هملول، تعود ملكيته لحمدان بن سالم بن ناصر الدرعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة من الجعدان من هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. نعود مرة ثانية إلى الحقائق وإلى المراكز الأولى، شعار بن غدير وشعار بالطير كذلك على تنافس وأثاره حاضرة في هذه الانطلاقات. هناك غير على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط مهدي، مهدي عبد الله بالطير بسهيل العامري يقود مسار الشوط، يقود مسار الشوط. المركز الثاني، برق في المركز الثاني، حمد بن راشد بن غدير الكتبي على ثاني المراكز. والمركز الثالث اللي بينضم لهم للتنافس او سته يا ابو حمد، واذنان 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 واذنان، ولا هذا هو، هذا هو الصيرمي، الصيرمي الصيرمي يابر بن صبيح بن حمود الوهيبي في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. يا سلام، الامتار الاخيره، الامتار الاخيره بالطير على مقدمه الشوط. اهل الهير يرغبون في السلامات، سلاله مهدي ما دام اسمه مهدي، عبد الله بالطير بن سهيل العامري بأداه الجميل، والوهيبي في المركز الثاني، الصيرمي، الصيرمي يابر بن صبيح بن حمود الوهيبي على المركز الثاني، على المركز الثاني. ولكن اهالي الهير وبالطير مسيطر مع مهدي، بالطير مسيطر مع مهدي، مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول. تهانينا والناموس وسلاماتنا لأهالي الهير، تهانينا عبد الله بالطير بسهيل العامري، واسعد الله صباحك على هذا الأداء، على هذا الانطلاق يا أبو سهيل، على هذا الاندفاع الجميل. تهانينا، تهانينا لعبد الله بالطير العامري على فوز مهدي ولحظات وصوله بأداء جميل. المركز الثاني الصيرمي يابر بن صبيح بن حمود الوهيبي، المركز الثالث لحمد بن راشد بن غدير اللي هو البرق، والمركز الرابع، شفت المركز الرابع المتحد لحمد بن سعيد بن حمد النعيمي، والمركز الخامس هذا لعبد الله، بنشوف هنا لعلي بن راشد بن مسلم العمري. هذه النتيجة الخامس، هذه النتيجة للخمس. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدي العزاء،
ونشاهد التوقيت ونشاهد مهدي اللي من البداية بدأ بهذا الأداء الجميل وسلم على أهل الهيار من المرموم تهانينا والناموس. 4 دقائق توقيته، 35 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لعبد الله بالطير العامري على هذا الفوز والناموس. بينما المركز الثاني، شوف الثاني توقيت الزمني 4 دقائق 35، 6 أجزاء من الثانية من حلة في المركز الثاني. كذلك الصيرمي قدم أداء جميل، يابر بن صبيح بن حمود بن حمد الوهيبي، تهانينا والناموس. المركز الثالث 4 دقائق 40 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. توقيت مشاهدينا متابعين الكرام هذا برك لحمد بن راشد بن حمد بن غدي الاكتبي، تهانينا للجميع.